السلام عليكم، انا هو عبد المنعم خياطي، الجوج ديال الحياة اللي كانت عانف منها بزاف واللي دائما متهم معها ضرماني، يعني دائما الحومة كتفرج فيا كتعدى عليا كتحقرني هي والعائلة ديالها، كيجيو حتى لهنا يتهجموا عليا وما خلات فين جرتني معاها وسحرتني، ودابا اكتشفت عليها كتمشي لواحد الدار، بقيت كنبحث على ديك الدار، جبرت الدار ديال الدعارة، كلشي كيعرفها، اللي سقسيتي عليه عادي يقول لك هذه الدار ديال الدعارة. كمان اختي عبد المنعم، المهم بالنسبة لهذ السيدة ملي تزوجات بخاي دائما معاه بالمشاكل، وحنا ما كنا يعني ما كناش عارفين عليها مبليه وداك الشيء، ولكن في الحالة ديالها كانت كتبان، أنا حسيت بها، حسيت بهذيك السيدة الحالة ديالها ماشي طبيعية، قلت له هاد السيدة كتبان لي الحالة ديالها ماشي هي هذيك. هو ما فهمهاش، ولكن انا ربما ما نعرف شي حاجه في العقل ديالي قالت لي هاد السيده كتعاطى شي حاجه، يعني التصرفات ديالها كيبانوا لي غرابين. المهم بقات في هذيك الحاله ديما معاه في المشاكل، ديما فيما تدابز معاه الفوقي نهبطوا حنايا في حالو على حساب ديك العبا وداك الشيء، كتهود كتهجم علينا لتحت، دائما كتبقى تسب فينا، تسب في الوالده، تسب فيا، وما عمرني يعني ما هزيت فيها عيني، يعني الاحترام والادب كنقول لو جا ولاد خاي وداك الشيء كنخلي داك الشيء هكذاك، ودائما الرغبه واخا الحق ديالو باين والرغبه ونهدي السوق وهذا والو، السيده طغت. ولكن المره الاخرانيه فاش المره الاخرى انا ما بغيتش نطلع نفكهم، كانوا كيدابزوا وجات الجاره ديالنا هذه اللي هضرت دابا حنان، قالت لي طلع انا بلا فك، قلت لها ما نطلعش نفكم، انا فيما كنطلع كتقول انا كنحرطو، دابا انا ما غاديش نطلع براسهم. طلعوا خاي ومرات خاي وخاي ومرات خاي، يعني جوج نسات خوتي وجوج خوتي، فكوهم هبطوا، هو جلس ربينا فوق ديك المطربه، هي هواده في الدروج كتجري ثلاثة طبقات هواده، والله ديك الجاره قالت لها نعرف الشيطان طلع بحالك، جات هي قالت لها لا خصني نقتلو، قالت لها خصك تقتلو، قالت لها هي قالت لها دخل، تسيبت وجات لهنا، طلعت فوق المطربه وقفت هنا غادي تسطم على الحجر ماما، عاد سطم في الحجر ماما، السطمه الاخرى عاد سطم على الحجر ماما باش عاد تسيب عليه، وهو خوتي شابرينا هيدا تاكين عليه باش ما ينوضش، وهي بالدين والسفايا والكلام خانز، وانا عسا كنت عامله هكذا كنشوف فيها حيت انا قاطعه معها الكلام. المهم بقات خليتها كتزب على الخطر ديالها في الاخر، قلت لها هود للارض وهدر، تينا باقي لك والو تسطم على ماما، احترم العجوزه ديالك، هود للارض وهدر. جات هي قالت قسم بالله بات هنايا، لا بيتو هنايا لتحت وما عطيتش لهاد الدار العافيه من من الفوق للراس، ما تسماش انا حايت. جيت انا قلت لها انت نعت تعطي لهاد الدار العافيه، قالت لي اه، قلت لها دابا. جات هي عملت هكذا اليد، جيت انا قلت لها خرج بحالك عليا من السكنه ديالي، علاش ديما كتهود تجنن لي الوالده ديالي وتجنن لي ولدي وكتادينا، عندك المشكل في الدار ديالك بقى في الدار ديالك، ما تهودش لعندينا، ما عندكش حق تهود لعندينا تهاجم عليا انايا. جيت انا بديت كنرغب نسات خوتي والجيران كنقول لهم خرجوا عليا السيده الله يرحم والدها راه بغيت طيح عليا الروح هنايا، جاوا ما بداو كيجروها خرجوا، انا دفعت هكذا الباب، هي مشات للشارجي ضد الدروج تنقز، انا خرجت الباب زنقه كنغوت بالعاده وخرجوا عليا السيده من هنا، بقات هي كتنقز تما رجلها تقلب لها ولا كيفاش، ما كانش عندنا حتى شي علم برجلها، صافي مشات حاله في الجوج ديال الليل، مشات حاله في الجوج ديال الليل ما شفناش حنا، ما مشات في الصباح الجيران قالوا لي فين هي مرات خاك نبيله، قلت لهم يا ودي، قال لي حسن خيرها مشات، قالوا لي قدرت تمشي برجلها، قلت لهم مش عنده رجله، قالوا لي رجله ما عرفناش واش مفكوك ولا. جيت انا قلت لهم العمر راه مراتك ها كيفاش ها كيفاش، دابا عاد مشيت ترفع دعوه يعني اتهمك، ما سحابليش اتهمني تالي لي انا. المهم مشات رفعت دعوه تهمتنا بجوج بينا باننا هرسناها بالسناح الابيض، هي بالاقوال ديالها كتقول ان احنا هرسناها بالسناح الابيض، ولكن الطب عامل لها بان رجلك ملويه والسناح الابيض ما كيهرش كيذبح. المهم قدماتنا عملتنا الاعتقال، عملنا لنا عام ونص الحبس، تقدمنا وقيالين ديك النهار هذاك معتقلين في المحكمه نهار كامل من 9 الصباح حتى ل 5 العشيه وحنا في المحكمه، عملت المحامي واحد بالعد هادي وجاو الشهود عطاو الاقوال ديالهم، اللي شافت راسها ما عندهاش الحجه علينا ما عندهاش الحق، قالت هي قاضي قال له جيب الشهود، طلب له الشهود، ملي طلب له الشهود ملي سمعت القضيه فيها الشهود نضت عملت له السحر، قالت بغات ترجع، عملت له السحر حمقته يومين، وحمق هنايا في الزنقه كيغوت سيروا جيبوها سيروا ردوها، المهم الحومه كامله كانت شاهده على الحاله ديالو، جابوا له جوج الفقهاء هما اللي رقاوه وداك الشيء، ردها
مي رجعت لهنا بقات كتهجم عليا، اختي كتهضر فيا، نعم نعمل لا نعم نفعل لا، اما هي اما انا في الدار، واحد فينا في الدار، يا انا يا هي، اما تخرج هي ولا نخرج انا، وانا حالفه حتى نطيشه من هذا الدار دايما هكذاك، وانا ما كنديهاش فيها، خليت على الخاطر ديالها تزبل. المهم قلت له خليها تزبل حتى تشبع، انا تبع القانون وما عمل، خليها السيده هذه تتمشي للدار الدعاره، هو عمل عليها بعد جبره تتمشي تسمى الدراري بيدهم شافوها وقالوها له. هاتينا شفتي يما مسكينه مرا معذوره والعايله درويش داخل السوق راسو، ما عمرنا شفنا عليه شي حاجه ماشي مزيانه، كانت تعمل له في الماكله مره خرجت عليه والله الا خرجت على ديك العواوي. لقيت هاد الجار ديالي كيتعانف بزاف بزاف يوميا، السيده نهار اللي جابها للدار ما كناش عارفينها حنا الصراحه، الدين والمله يوميا كناكلوها مع ولادنا، يا ليل يا نهار، بالليل تصور مره كتجي في جوج دالليل وحده دالليل تسمع الحيحه كامله، وهنايا مضخم هنا في الحومه، وها انا ها هما كاملين كيخرجوا يتفرجوا، كاملين كيتصامتوا وكاملين كيطلوا مني، وجبت حتى انا كنطلل وكنتفرج، يعني بدي كنتفرج، ولكن باش يهضر شي واحد ما كيهضر حتى شي واحد، وكتنوض كتضربوا ماشي مره ماشي جود، كنكون في السطح كنشوف القوامل كيتشيروا عليه على السيد كيهود فحالو. هاد المره هادي الاخرانيه مشيت لعندهم معاهم حتى لعند وكيل المالك وشهت، شهت كانوا الغوت بزاف، دخلت جبرت السيد جالس رفيناتي فوق المطربه، السيده في هادو الدرج هادو الفوقي، قلت نعرف الشيطان اختي تنعرف الشيطان ولادك كيغوتو، قالت لي انا نقولها بهاد الطريقه واخا نقولها، قالت لي حيد عليها حنان الطريقه هادي يا خوتي، اذا انا قلت نعرف الشيطان على وجه ولادك، قالت لي حيد حنان، قلت لها خصك تقتلو، قالت لي قلت لها هود، ديت لها ولادها ديتهم لداري، انا ديتهم لداري، جات هي هودت انا يلا وصلت للدار كنسمع الغوت بزاف، تطليله اللي طللت كنشوف نبيله تسيبت للزنقه لسه، عباد الله جوع تقرو خرجوا عليها تقتل لي الروح من داخل، الجاره ديالي هذه سميتها ربيعه، قالت لي حنان جو ندخلو، قلت انا تما كنت خيتي خصها تقتل الراجل ديالها، شو شحال في ساكنه ثلاثه طبقات خصها تقتل الراجل ديالها، خليها تقتلو، انا ديتها العول اللي عزو عليا، هي هذيك نهار مي رجعت سمعت السكت، رجعت جبرتها في باب لوسه طلقه رجلها، ولا طم بحال اللي خرجنا من الرجل ديالها، قلت لها اش عندك؟ كانت هي ولوسانه كاملين والجاره ديالنا، قلت لها اش عندك؟ قالت لي انا بدقمهم كاملين بالحكام ديالهم كاملين، قالت جات طير من الشارجوم ورجلها تقلب لها، وهذا الشارجوم اللي كيهضر هو، قالت جات طير منه وتقلب لها رجلها فيناتي، بالحكام بدقمه قالت لي رجلي تقلب لي، مي استدعاتهم عملت لهم هو واخته ضربوها، ضربوها رجلها ضربوها بالشفره، يعني السيد واخته طالعين بعام ونص ديال الحبس، اجاو لعندي قالوا يا حنان شنو شفتي؟ قلت انا اللي سمعت وني شفت عيني عنقولو، ما نزيد لا معك لا معاها، هوت قال لي شنو شتي لا، قلت له انا ما شتا تسيبت من الشارجوم، قلت له انا ما شتا تسيبت من الشارجوم، ما شتا ضربه ما شتا قطعاتها ما والو، انا الحكم اللي حكم عليها دقمه اللي قالت هي، قالت اودي انا جيت نتسيم من الشارجوم وتفك لي رجلي، يا هو يا هي اللي كجا عندك وتعنشد بهاد الشهاده هادي، حيتاش انا ما شفتها شي تسيبت وما شتا شي ضربه، لا الشهاده الدقمه هي قالت انا جيت نتسيم من الشارجوم وتقلبت. هي هذيك النهار اللي رجعت، رجعتني هنايا، رجعت كتطلع من الشارجوم كتقول لي انا غنجيبو الباي قطع لك رجلك، تينا شهدتي فيا، قازت يومين جات دقت لي في الباب ديالي، انا ماما صيفطتني عندك كتقول انتينا اللي عامره السلعه، قلت لها هيدا، قالت لي اه، قالت لي انا باغيه نهضر معك، قلت لها زيد دخل معايا لداخل، دخلت معايا لداخل بقات كتشرح لي في القلب ديالها كامل، قالت قلت لها تينا منعم ضربك، قالت لي لا، قلت لها نبيله ضرباتك، قالت لي لا، قالت لي قلت لها علاش تهمتيهم؟ قلت لها تينا تهمتيهم، قالت لي لا حنان ما تهمتهمش، قلت لها جيتي تهم شارجو ولا لا؟ قالت لي اه، وانا كنشجله، انا شجلتها وانا غنموت عندي غا شبر، شجلتها في داري شجلتها. شجلتها مي شجلتها عطيت مي خرجت عيطت على راجلها قالت له حنان عيطت لي وهي جات كطلب مني السماحه، انا راجلها مي عيط لي قلت له شنو يا منعم؟ قال لي قالت لي عيطتي لها، قلت له خليها تقول لي بغات، وانا باقا كنشهد وانا عيط لي القاضي هو دا نشهد اللي سمعت وني وشافت عيني، انا ما قلت شفتها ما قلت منعم ضربه، انا الحكم الحكم لا لسانها هي، هي قالت انا حنا جيتني تسيب من الشارجوم تفك لي رجلي، اما من ناحيه ديال الهضور ما عندك ما تسمع مع ولادنا مع نسابنا، تصور انا خايجي عندي لي بالابور في السطح كت
تخسر الهضره خاي والمعلم هودو لي مسطح. وقلت لها هي فراسها قلت الحشومه لا تهضر لك يقولوا الناس. هذيك خيتي ما مربياشي ويماها حتى هي متفقه معاها. الاخ ديالنا منعم راه عايش المشاكل مع الزوجه ديالو في جميع الظروف، لا في البيت ولا في الزنقه ولا مع العائله ديالها ولا مع كل شيء. صراحة الإخوان سيد تعدت عليه تكافصت عليه، واحد السيدة ماشي مستوى تكون أم ولا ربة بيت ولا معنى الكلمة الأسرة ديال البيت. سيدة كتعطى المخدرات، كتدخل فوقاش ما بغات، تخرج فوقاش ما بغات، باغا تحكم في الراجل كيما بغات، لا في الدار ديالو ولا في خوتو ولا في كل شيء. يعني سيدة معدية الحدود ديالها على هذا السيد اللي هو منعم، معدي عليه بزاف بزاف لواحد الدرجه ما كتوقعش. ان ما خلات ما عملت له سحبت له، كتبغي تعمل شي حوايج كتكب له كل شيء انتهرو، لا في لا مع العائله ديالها ولا مع الجيران ديالها ولا مع كل شيء. عايشه واحد الحياه يعني قاسيه بزاف مكرصه. وتخيل دابا انت السيد كيقيل خدام ويجي يمشي يضرب شابيتو اخر باش يدخن ولادو الحليب وضانون وليكوش وهادي، وتجي السيده تعمل ما بغات، تدخل فوقاش ما بغات، كتستغل ديك الظروف اللي كيمشي يشتغل فيها هو، كتخرج كتمشي لواحد بيت اللي هو بيت دعاره، كتعطى المخدرات، كتتقصر مع بنادم تبات معاه وتبقى حتى الوحده الجوج د الليل وتجي، وفي الاخر تجي تفهم على اللي هو الراجل ديالها وتجي تكرفص عليه بدينو ملا، لا مع الجيران ولا مع هذيك. جيران كاملين حشماتو معاه، حشماتو طيحت له بالوجه ديالو مع الجيران، ديما دينو ملا، ديما هادي تزبل تحيح تغوت. وصل معاه حتى المحاكم، ما خلى فين مشى، ما خلى ما عمل. الامن ما عطاش الحق ديالو، كنطالبوا من الامن يعطيه الحق ديالو، يعطيه الحق ديالو، ما يعطيهش فوق الحق ديالو. انا صديق المنعم جار ديالو ولد الدار، كنشوف معه مرة كتجي بالليل كتغوت كتضربو دايما، ماشي مرة ماشي جوج كنسمعو السبان، يعني العائلة ديالنا كاملة كتسمع السبان، وماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة كنتبعها بيدي أنا. قال لي تبعها لي تبعتها له، يعني لله تبعتها له لديك الدار الدعارة قريبه هنا. راه فين هادي؟ يعني الدار الدعاره فين هادي؟ تبعتها له ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. كتدخل تما كتدخل كتجيبها كتدخل 6 ديال العشيه كتخرج حتى 12 11 الوحده. هادو هما التواقيت اللي كتخرج. دار معروفه ديال الدعاره. وماشي بزاف، يعني ماتت فيها واحد بنت. ماتت يعني بالغابره مخدرات.